مرحبا بكم في دقيقة علوم الهدف من أعمال والر وهي الأعمال الخاصة بالاستحالة الواليرية هو معرفة موقع الأجسام الخلوية للعصبونات الحسية حيث تكون على مستوى العقدة الشوكية وكذلك معرفة موقع الأجسام الخلوية للعصبونات الحركية فتكون إذا في المادة الرمادية للنخاع الشوكي أما الهدف من أعمال بال فيتمثل في ماذا؟ فيتمثل في معرفة اتجاه الرسالة العصبية الحسية وخلص إلى أن اتجاه الرسالة العصبية الحسية يكون في الاتجاه الجابذ أي من المحيط نحو المركز وكذلك معرفة اتجاه الرسالة العصبية الحركية وخلص إلى أنها تكون في الاتجاه النابذ أي من المركز نحو المحيط إلى الملتقى في دقيقة علوم أخرى